اهلا وسهلا بكم اعزائنا طلبة الصف الثالث المتوسط لمدارس المتميزين والمتميزات، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. موضوعنا لهذا اليوم هو الموضوع الثاني، لاسن 2 من شابتر 1، مابينج. خلينا نشوف شنو المابينج وشنو محتوياته. يلا نتوكل بسم الله. هذا اللاسن 2 المابينج. المابينج عزيز الطالب، ليت الار المابينج تعريفه هو ريليشن من x to the set y. each element in set x has one from any y. then the relation r can be called the mapping of x y. يعني يقول لك التطبيق هو ريليشن، علاقه من المجموعه x الى المجموعه y. بس انت ما انتبهت خلال الكلام ايش قال. قال لك معلومتين مهمه. من هي المعلومتين؟ قال لك each. شوف هاي each المعاجبتك، هاي الايتش معناها كل عنصر. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني قال لك has one. الله، شوف من بينه has one. هذا الشرط الثاني معناها كل عنصر بالمجموعة الاولى الى صورة او مرتبط بالمجموعة الثانية. الشرط الاول كل عنصر، معناها كل عنصر بالمجموعة الاولى مرتبط. راح اذكرك هذا بالصف الثاني، موجود صف الثاني هذا، راح اذكرك به واعطيك كم مثال وبعدين اطب المواضيع الاخرى. الشرط الاول يكون كل عنصر بهاي المجموعه الاولى مرتبط. زين، هاي الشرط الاول. والشرط الثاني يكون ما يرتبط بعنصرين، يرتبط has one. has one from من المجموعه واي، يرتبط بعنصر واحد فقط من المجموعه. اذا اكو شرطين يلا نسميه مابينج، هو علاقه. بس من يصير بيها هذه الشرطين نسميه مابينج، تطبيق. هذا موجود بخيلك يا بالعربي ايضا موجود. كل عنصر، شوف لكل عنصر في المجموعه اكس صوره واحده في المجموعه الثانيه. اكو شرطين لكل عنصر. الشرط الاول صوره واحده، الشرط الثاني. هذا تذكره للصف الثاني عدت لك اياه. يلا تعال خطيك الاكزامبلات مثلا. هاي تعال شوف، تعال خلي امسح هاي. شوف هاي امثله، هاي امثله. شوف راح اعطيك حاله. هذا السؤال كل عنصر بالمجموعه الاولى مرتبط، هذا الشرط الاول. زين، كل عنصر مرتبط بعنصر واحد، راح نسميهم الايمج ان شاء الله، راح نسميهم الايمج. اي هذا مرتبط بواحد، هذا مرتبط بواحد، هذا مرتبط بواحد، هذا مرتبط بواحد. اذا هذا مابينج، هذا مابينج. زين، تعالي وين؟ تعالي هنا نجي على الشرط الاول. هذا مرتبط، اي هذا مرتبط، هذا ما مرتبط. حتى ما تروح للشرط الثاني، حتى ما تروح للشرط الثاني، اذا هذا نوت مابينج. يبقى ريليشن علاقه بس هو مو مابينج، لان الشرط الاول ما متحقق. لازم ايتش، قالت لك الملاحظة إيش كل عنصر هذا مرتبط، إذن هذا نوت مابينج. تعال شوف هذا مرتبط. زين، الشرط الأول متحقق مال الإيش، مال الإيش هذا متحقق. بس الشرط الثاني ما متحقق، عندك الثري مرتبطة باثنين، ما يصير. لازم هاز ون، لازم يرتبط بعنصر واحد فقط، إذن هذا أيضا نوت مابينج. هذا مابينج، هذا نوت بابينج. الشرط الاول ما متحقق، هذا نوت بابينج. الشرط الثاني ما متحقق. يلا اعطيك بعد اسئله. يلا تعال، هذا شو تقول عليه؟ انا وانتو. شوف هذا يعني يقول لك هاي شنو هاي استاذ؟ يعني اي شيء، العناصر، حروف، ارقام، اسماء، اي شيء، مو مشكله. هو هذا المشكله، هو يعتبر عنصر. شوف هنا كل عنصر مرتبط، اي. زين، كل واحد مرتبط بواحد، اي. زين، شوف هاي الحالة، هذا مابينج طلاب، هذا تطبيق مابينج. زين استاذ، هذا جاين اثنين، اي هذا جاين اثنين ما له علاقة، بس هو يطلع من نفس العنصر سهميا، ما يصير. اما هو بالواي ويجو ماكو مشكلة، عسى ما هذا لا ما يصير، لان هذا انطلق منه سهميا. يجو سهميا ماكو مشكلة، بس ينطلق سهميا منه لا ما يصير. اذا هذا مابينج. زين، هذا شو تقول على هذا؟ كل عنصر مرتبط، اي مرتبط بعنصر واحد، اي هذا مابينج. نعم هم مابينج.
هذاك ما بق وهذا ما بق، زي استاذ هذا ما مرتبط، انا ما لي علاقه بالمجموعه الثانيه، لي علاقه بالمجموعه الاولى. يقول كل عنصر بالمجموعه الاولى ما جاب طار المجموعه الثانيه، ما لي علاقه هسه ماكو عنصر ما مرتبط، اكو ثلاثه اكو اربعه، انا همشي المجموعه الاولى. كل عنصر مرتبط؟ اي مرتبط بعنصر واحد فقط مو عنصرين؟ اي تعال حاله الثالثه. هذا مثلا هذا عندنا العنصر ما مرتبط، اذا هذا نوت مابينج. هذا مرتبط بعنصرين ايضا هو ريليشن بس نوت مابينج. هاي مراجعه سريعه على المابينج. الرمز المابينج symbol of the mappings is هذا r from x to y. شلون ينقري هذا عايز الطالب؟ شوف 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 r mapping from x to y معناه الاكس المجموعه الاولى وواي المجموعه الثانيه. مو شرط R يجوز H جي يجوز H يجوز F. هصراحة إن شاء الله نحكيها بالتفصيل. حكينا على هذا المجموعة الأولى إيش راح يسموها؟ المجموعة الأولى راح نسميها دومين. بالعربي أهل العربي يسموه المجال دومين. مرات يسألني شنو الدومين؟ الدومين هو المجموعة الأولى. هذا المجموعة X يسمى مجال التطبيق. زين الواي شو يسموه هذا الثاني؟ الثاني الواي شو يسموه؟ كودومين. كودومين هو نفسها دومين وقدامها كو. كودومين دومين كودومين. مجموعة واي تسمى المجال المقابل. عندنا بعد مصطلح هو الرينج المدى. الرينج هذا واحدة من المطالب اللي يريدها، يريد الرينج. The set of the images of elements of domain set is called range. أهل العربي يسموه المدى. المدى هو مجموعة الصور للتطبيق، هو مجموعة الصور الدومين، مجموعة صور الدومين. يعني شنو المجموعات؟ إن شاء الله من راح نأخذ الأمثلة هي تبين أكثر. هسه مجرد اطلاع عندك تشوفها وشوف تعاريفها، بالأمثلة تبين وتوضح أكثر. الإيمج هو عوض عناصر المجال في قاعدة الاقتران تنتج صور. أعوض عناصر المجال المجموعة الأولى في قاعدة الاقتران راح تنتج أرقام نسميها صور إيمج. هاي الإيمج نجمعها بقوس مجموعة ونسميها رينج، بالعربي يسموه المدى. زين استاذ القاعدة شنو؟ هسه أحكي لك على القاعدة شنو. بعد خلينا نكمل المدى. المدى يقول لك سبسيت من الكودومين. ها خلي بالك الرينج مجموعة جزئية من الكودومين. الكودومين هو المجموعة الثانية، مجموعة جزئية مو تجيب من عندك أرقام، لا أكيد هو سبسيت من المجموعة الثانية. زين connection rule or mapping rule. connection rule or mapping rule قاعدة الاقتران أو قاعدة التطبيق، هي هاي القاعدة اللي حكيت لك عليها. هو القاعدة هاي هو راح ينطيني إياها. It is the formula which is used for substituting each element in set X of Obitian image in set Y and symbol it R لل X or F لل X or G لل X. يعني ده يقول لك قاعدة التطبيق هي القاعدة التي نعوض بها عناصر المجموعة الأولى X للحصول على صور image في الكودومين المجال المقابل، ويرمز للقاعدة التطبيق بالرمز R للX F للX G للX. يعني شنو القاعدة اللي أنا أعوض بيها؟ مثلا F للX هو يعطيني إياها، يقول يابا هاي القاعدة تعوض بها X زائد 2، يابا هاي القاعدة G للX هي 2X ناقص 3، يابا هاي القاعدة R للX هي مثلا X تربيع، وهكذا من القواعد. يعني لأكثر من رمز R للX F للX G للX. طبعا مر علينا هو سابقا هذا بصف الثاني متوسط. عندنا شغلة أريد مطلب، يقول أريد من عندك الأوردر بير. هذا هو شكل الأوردر بير، زوج مرتب ما أخذي صف أول وثاني. هاي الأزواج المرتبة تكتب اسم التطبيق R أو F أو G حسب السؤال وتسوي الأوردر بير. شو يقول الاوردر بير؟ متكون من اكس وواي. الاكس شنو؟ عنصر اكس، هذا اكس سمول ينتمي للمجموعه الاولى، والواي هو صورته بالكودومين. يعني عنصر 2 عوضناه بالقاعده اف للاكس انطاني اياه، طلع رقم، هذا الرقم هو نسميه الايمج. فمن اسوي اوردر بير راح اسوي التو ويا الايمج مالته.
إن شاء الله هسه بالمثال راح يبين أكثر تطبيق عملي على كل هذا الكلام. هذا مجرد أشوفك شنو مطالبي اللي يريد الإيمج، يريد الدومين، عفوا يريد الرينج المدى، يريد الدومين، يريد الأوردر بير. خلينا نشوف بعد شي يريد، ها يريد الأراي دياجرام المخطط السهمي. شوف هاي الأشكال كلها تعبر عن مخطط سهمي، أراي دياجرام. خاف تلقي مطلب أراي دياجرام معناه مخطط سهمي. هذا يمثل المجموعة الأولى وهذا يمثل المجموعة الثانية كودومين. أما تكتبها بشكل منحنيات أو بشكل مستطيل أو فوق وتحت كيفه، كلها تعبر عن أشكال فين. المهم يكون شكل فين مغلق، شكل للمجموعة الأولى وشكل للمجموعة الثانية. زين بعد إيش عندنا؟ نروح على أول مثال. أول مثال يلا بسم الله راح تبين بيه كل هاي المطالب. يلا تعال راح تبين كل هاي المطالب حتى تفتهم اللي حكيته. Example let R mapping from X to Y. شوف شلون قريته، يعني هذا mapping from X to Y represents a mapping of connection rule، يمثل تطبيق بقاعدة الاقتران اللي هي y تساوي لنا half x، y تساوي لنا نصف x. زين انت استاذ انت قلت قفل الx شو هاي شنو الواي؟ طبعا اخذناها بصف ثاني نعبر عن المابينج او الفانكشن. اما الواي يساوي x مثلا زائد 2 او الى رمز ثاني قفل الx x زائد 2. مره استخدم y ومرة استخدم F للX، ذولا ثيناتهم يعبر عن المابينج، عن قاعدة المابينج. زين استاذ طانياها واي وريد اغيرها F للX، طبعا كلش عادي، عادي يصير اغيرها، عادي يصير اغير. هسه انا راح اغيرها واشوفك اياها. زين from the set X، ها الX شنو عناصرها منطيني اياها، قايل لي الفور والسكس والايت. تو واي، الواي منطيني عناصرها التو والثري والفور والفايف. زين and write the mapping in order pair. اول ها اشر وياي، يريد احسب وياي، يريد اول شيء ازواج مرتبه واحد from forum شكل ازواج then represent the mapping in the array diagram. هذا اثنين مخطط سهمي يريد and determine the domain. هذا ثلاثه مطلب الثالث and the range المطلب الرابع الرينج المدى. لاحظ عايز الطالب هاي باللون الازرق هنا راد الاوردر بير، هاي اولا ازواج مرتبه وراد من عندي الراي دياجرام، هذا اثنين مخطط سهمي، راد من عندي الدومين المجال هاي ثلاثه، وراد من عندي الرينج هذا المدى اربعه. كل هاي المطالب تعتمد على عمليه التعويض. شوف انا قلت لك الواي يساوي نصف اكس، انا راح اكتبها ار للاكس يساوي لنا نصف اكس. شو غيرت استاذ؟ كيفك ار للاكس حتى اعوض، اقول اني ار للخمسه ار للثلاثه ار للاثنين، اعبر انه عوضت. تصير بقيها على الواي؟ نعم يصير بقيها على الواي، فغيرتها سويتها ار للاكس. يلا خلينا نعوض عناصر المجال، هاي عناصر المجال اللي هي R للفور راح أعوضها، وبعد منه R للسكس راح أعوضها، وبعد منه R للأيت راح أعوضها. يلا تعال نعوض بدل كل X الرقم، R للX نصف X، R للفور فنصف فور، عملية ضرب. نصف في فور بالاختصار 2، R للسكس نصف في 6 بالاختصار 3، R لل 8 نصف في 8 بالاختصار 4. هذه أهم خطوة نسويها بهذا الموضوع المابينج، حتى من خلاله نطلع الرينج وكل الأوردر بير الروي دياجرام، كل الأشياء نقدر نطلعها. بعد ما كمل هذا يسموه إيمج، هذا العنصر موجود وين؟ بالمجال بالدومين. الصور ناتج مالت هذا يسموه ايمج، هذا يسموه ايمج لل6، التو ايمج لل4، الفور ايمج لل8. نجمع هذا بقوس ما
مجموعة، نجمع هذا الإيمجز نسميه رينج. المدى هي مجموعة الصور الناتجة من تعويض عناصر المجال الدومين في قاعدة الإقتران التطبيق. إذن راح أكتب رينج يساوي أفتح قوس مجموعة الرينج، من هو اللي طلع؟ طلع لي 2 الفور. وكم ملاحظة حكيناها، لازم الرينج صفصة من الكودومين، مجموعة جزئية من الثانية، صح؟ التو موجود، الثري موجود، والفور موجود. زين، هذا أنا لحد الآن جهزت الرينج المطلب اللي راده. بعد منو راد من عندي؟ راد من عندي شنو؟ راد من عندي الأوردر بير، راد من عندي الأوردر بير. الاوردر بير اسم المابينج ار، هو عبارة عن ازواج مرتبة. الزوج المرتب الواحد يتكون من العنصر والايمج مالته، من العنصر والايمج مالته، مو بالعكس. اول واحد هنا ينكتب العنصر، والرقم الثاني المسقط الثاني الايمج مالته، عنصر وصورته، عنصر وصورته، عنصر وصورته. يلا تعال، الزوج المرتب الاول فار والايمج مالته 2 فارزه، الزوج المرتب الثاني ال6 والايمج مالته 3، الزوج المرتب الثالث هو ال8 والايمج مالته 4، واسد قوس المجموعه هو مجموعه الازواج المرتبه، يعني مجموعه واكو فوارز. عناصرها شنو؟ عناصرها الاوردر بيرس، الازواج المرتبه ماخذين صف اول وثاني. هذا يمثل الزوج المرتب، هذا الزوج، هذا الفارز تفصل بين هذا الزوج المرتب وبين هذا الزوج المرتب. قوس مجموعه لانه هو مجموعه الازواج المرتبه. خلصنا من الاوردر بيرس المطلب الثاني. بعد من هو الدومين؟ الدومين كلش ايزي، هذا الدومين، الدومين هي عناصر المجموعة الأولى، ما يحتاج حتى ما يحتاج حل، أبوقها مباشرة من السؤال. هاي 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 اللي هي 4 وال 6 وال 8، خلاص المطلب الدومين كلش بسيط وسهل، من السؤال تقدر تبوقها، هي المجموعة الأولى. بقى لك شنو؟ بقى لي الأراي دايجرام. الأراي دايجرام مخطط سهمي وينتهي المثال. الاراي دايجرام هو اشكال فين. تعال تعال تعال، هذا الشكل، هاي المجموعه الاولى وهاي المجموعه الثانيه. المجموعه الاولى اسمها اكس، المجموعه الثانيه اسمها واي. باع الرسم الصحيح مالتها انه تروح للسؤال، شنو عناصر المجموعه الاولى؟ الفور والسكس والايت. تروح للمجموعه الثانيه تكتب عناصرها التو بالثري بالفور بالفايف. اكو طلاب ايش تكتب؟ تكتب منه يا بالفور تو سكس ثري. خلي الوضح لك يا هسه شنو تقصد بيها استاذ سماح. تعال الفور شنو الايمج مالته؟ تو، فاوجه سهم من الفور للتو، وهذا اتجاهه، معناه الفور راح بسهم للتو، الفور الايمج مالته 2. طبعا اللون الاحمر هذا يمثل الرينج. زين، ال6 لمن يروح؟ لل3، واضحه هذا ال6 يروح لل3. ال8 لمن يروح؟ شنو الايمج مالته؟ الايمج مالته هو الفور، هذا الايمج مالته، هذا هو الاراي دايجرام. زين استاذ، هذا شو الفايف ما الربط؟ وانا شو العلاقه بالمجموعه الثانيه؟ واذا اكو عناصر ما مرتبطه، ما له علاقه بالمابنج والغير مابنج. اصلا هو بالسؤال قال لي هذا مابنج، هذا ما يناقشني يقول لي هذا مابنج لو مو، اصلا هو دا يقول لي هذا مابنج. لعشان هاي الفايف، طبعا هاي الصف الثاني عرفوها، وهسه قبل شويه راجعته، هذا العنصر ما مرتبط بالمجموعه الثانيه ما له علاقه بي، فما له علاقه بي. هاي شغله. الشغله الثانيه، اكو بعض الطلاب ما يسوي ينزل الاكس بالبدايه والواي بدايه، شلون يكتب الاربعه الفور راح للتو، يكتب السكس راح للثري، يكتب الايت راح للفور، وينسى من هو؟ ينسى الفايف، يمشي على من؟ يمشي على هذا. لا، اول شيء الرسم الصحيح للاراي دايجرام حتى ما تخطا، من السؤال نزل عناصر المجموعه الاولى نزلتها، من السؤال انزل عناصر المجموعه الثانيه كلها نزلها، لان تطلع عندك اشياء ما مرتبطه. هسه صادفتنا الخمسه
بس هو يعتبر من ضمن الرسم. اكتب الخمسة ما لا علاقة، اكتب الخمسة هذا الرسم الصحيح. نزلت الاكس والواي، اجي الاربعة بيمن مرتبط، او سوري الاربعة شنو الامج مالته؟ 2. السكس شنو الامج مالته؟ وهكذا، واكمل هذا المخطط السهمي اللي هو الروي دياجرام. زين خلينا نشوف ايش عندنا بعد. ها هسه الميك شور اوف يور اندرستاندينج، التمارين. هذا التمارين مالته، اول سؤال طبعا السؤال اجى وزاري للمدارس الاعتيادية 2022 بالدور الأول، هاي باللون الأزرق يعني مدارس اعتيادية، وباللون الأصفر يعني مدارس متميزين. السؤال يقول write the connection role for the mapping and represent it in an array diagram and write the domain and the range of it. write the connection role، اكتب القاعدة اللي صار بها التعويض. يعني هو مطيك الاوردر بير جاهز، اسم المابينج اف متكون من عنصر والايمج مالته 2 و 3 و 4 و 5 كل عام مطيك الاوردر بير، يقول لك اريد القاعده اللي صار بها التعويض. رايت ذا كونكشن رول فور ذا مابينج اند ريبريزنت ات ان اراي دايجرام، ومثله بمخطط سهمي، اند رايت ذا دومين اند رايت ذا رينج. زين يلا تعال بما تريد نبدي بالمخطط السهمي، المخطط السهمي خلي الخليه بالاخير. تعال نحكي على من على الدومين. الدومين من هو الدومين؟ الدومين هو المجموعه الاولى، هو المجال. لا ترى شلون اعرف استاذ؟ لا هي الارقام الاولى بالاوردر بير، هي الارقام الاولى بالاوردر بير. يلا تعال تعال تعال، هذا دومين يساوي تفتح القوس مجموعة هو ال1 وال2 وال3 وال4، هو الأرقام الأولى بالمجموعة الأولى. لعد الرينج شنو؟ الرينج هو الأرقام الثانية هو الأرقام الثانية. يلا تعال من هم؟ هو ال2 وهو ال3 وهو الفور وهو الفايف. طبعا نسينا شغلة، نسينا مطلب اللي هو الريد كونكشن رول، قاعدة الاقتران. كونكشن من كونكت اتصال، اقتران كونكشن رول قاعدة الاقتران، يعني قاعدة المابينج، يعني القاعدة اللي صار بيها التعويض. زين شو تريد ترمز له؟ تريد ترمز له واي يساوي، تريد ترمز ل اف للاكس يساوي، اثنينات صحيحه. زين القاعده شنو اللي عوضوا بيها؟ خلي طبعا مرت علينا هيك فكره بالصف الاول، كان يعطيني الانبوت والاوتبوت ويقول شنو القاعده اللي عوضوا بيها؟ انطاني رقم انبوت ومعطيني الاوتبوت مالته، يقول شنو القاعده اللي عوضنا بيها او شنو الشيء اللي عوضنا بيه طلع هذا الاوتبوت. يلا تعال تعال، انطيته واحد انطاني 2، خلينا نشوف مصورنا يعرف القاعدة. انطيته 1 انطاني 2، انطيته 2 انطاني 3، انطيته 3 طاني 4، انطيته 4 انطاني 5. طبعا القاعدة اكيد بيها اكس، شو تقولون؟ هنا واضح انه زيادة واحد، زيادة واحد، زيادة واحد، زيادة واحد. مصورنا يقول بلاس 1، نعم هو اكس بلاس 1. انطي 1 يعطيك 2، شوف شوف شوف، انطي 2 يعطيك وينها؟ هاي اكس بلاس 1، تريد تكتبها واي يساوي اكس بلاس 1، تريد تكتبها اف للاكس اكس بلاس 1، هذا رمز للمابينج، هذا رمز للمابينج، اي وحده تكتبها صح. شلون عرفت اف للاكس؟ مو هو اسمه اف فسميته اف للاكس. انطيته 1 طالته 2، كلش قاعده بسيطه وسهله، وهي انه الاكس بلس 1 تعطي 1 بلس 1 2 تعطي 2 بلس 1 3، قاعده كلش بسيطه وسهله. ايش بقى عندنا؟ ها بقى عندنا الاروي دايجرام، المخطط السهمي. تعال 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 تعال، هذا يقول ارسم مخطط سهمي لهذا المابينج.
هاي المجموعة الأولى وهذا شكل المجموعة الثانية. المجموعة الأولى واضحة، تريد من الأوردر بير، تريد من الدومين. يلا تعال، هذا 1 هذا 2 هذا 3 هذا 4، هذا المجموعة الأولى. والمجموعة الثانية واضحة من الأوردر بير اللي هي 2 وال 3 وال 4 وال 5. يلا سوي لي ربط اللي هو الرينج، خلي غير لك لونه باللون الأحمر، حتى هذا اللون الأحمر يمثل الرينج. الواحد شنو الامج مالته 2، ال2 شنو الامج مالته 3، شنو الامج مالته 4، ال4 شنو الامج مالته 5. ساده شلون عرفت من الازواج المرتبه؟ من الازواج المرتبه عنصر ويا الامج مالته، عنصر وصورته. من الازواج المرتبه تقدر تعرف هذا الرسم. هذا هو الاراي دايجرام، اجى ب 22 دور اول مدارس العاديه. هذا هو السؤال الاول، راح ننتقل الى السؤال الثاني. السؤال الثاني نفس المطلب، نفس المطالب اللي راتها، غير بس الاوردر بيرس ورمزه صار جي. إذن القاعدة، يلا خلنا نبدأ بالقاعدة. قلت لك لو سميها Y لو سميها G للإكس. الواي عنوان ثابت لكل المابينكس، Y يساوي Y يساوي، بس مو تسوي ليها Y للإكس، لا هيك ما يصير، لا هيك ما يصير، بس Y يساوي. أما البقية لا، F للإكس، G للإكس، R للإكس، هذا هي رمز المابينكس. زين تعال، شنو هي القاعده اللي يعوضوا بيها؟ شو تقول؟ الاوردر بيس اعطيته 1 اعطاني 3، اعطيته 2 اعطاني 5، اعطيته 3 اعطاني 7، اعطيته 4 اعطاني 9. شو تقول عزيز الطالب لو مصورنا راح يشاركنا ايضا؟ اعطيته 1 اعطاني 3، انطيته 2 انطاني 5، انطيته 3 انطاني 7، انطيته 4 انطاني 9. شو تقولون؟ فكروا بيها شويه، انتظركم اني والمصور هم دي يفكر. ها اساعدكم اني، خل اساعدكم. الشغله بيها بلس 1، الشغله بيها بلس 1 2x. المصور يقول 2x، وانا سمعتهم ايضا الطلاب قالوا 2x، 2x بلس 1 صح. انطوا 1، 2 تايمز 1 2 بلس 1 3، حلو صح مشت. انطي 2، 2 تايمز 2 4 بلس 1، الله هي هاي. انطي 3، 2 تايمز 3 6 بلس 1 7، حلو. انطي 4، 2 تايمز 4 8 بلس 1 9. إذن هي هاي القاعدة، أما تكتبها Y يساوي أو G للإكس يساوي، وحدة من عدهن. أنا قلت لك وحدة، خليك أكتب لك إياها هاي، أور وحدة من عدهن. G للإكس شلون عرفت G؟ مو هو اسمه G، G للإكس أو Y. زين هذا المطلب الأول، القاعدة عرفتها. الرسم راح نخليه بالأخير، الروي دايجرام وخط السهم. الدومين، دومين هو مجموعة أول عناصر كلش، 1 2 3 4. الرينج هو دومين، دومين أنا كتبت دومين مرة أخرى، راح أكتب الرينج. هذا هو الرينج. المدى، المدى هي العناصر الثانية. هذا ممتاز، مصورنا يقول 3 5 7 9، هاي العناصر الثانية اللي هي الرينج. ايش بقى؟ بقى الرسم وكلها ثلاث مطالب جهزت، القاعدة سويتها، الدومين جهزته، الرينج
جهزته، بقى بس الرسم. يلا تعال خلينا نسوي لك رسم، هذا مخطط فين للمجموعة الأولى، هذا شكل فين للمجموعة الثانية، هذا الأرواي دياجرام المخطط السهمي. المجموعة الأولى واضحة من الأزواج مرتبة، هي الـ 1 والـ 2 والـ 3 والـ 4. المجموعة الثانية هي واضحة، هي الأرقام الثانية بالأوردر بيرس، الـ 3 والـ 5 والـ 7 والـ 9. يلا وين اللون الأحمر؟ الـ 1 مرتبط بمن؟ بالـ 3. الـ 2 مرتبط بالـ 5. الـ 3 مرتبط بالـ 7. والـ 4 مرتبط بالـ 9. هذا هو السؤال الثاني. السؤال الآخر أعزائنا الطلبة، هذا السؤال هو نفس السؤال السابق، ايضا يريد الكون مطين الاوردر بيرس، يريد الكونكشن رول، ويريد الدومين، ويريد الرينج. بس هنا أنا بمكان الراي دياجرام مطيني شغله اسمها ذا كووردينيت بلين، المستوى الاحداثي. شنو المستوى الاحداثي؟ اكيد كلكم تتذكروه ماخذيه بالصف الاول المتوسط، هذا هو المستوى الاحداثي، متكون من الاكس اكسس ومتكون من الواي اكسس. الاكس اكسس بي بوزيتيف وبي نيجاتيف، والواي اكسس ايضا الاب البوزيتيف والداون هو النيجاتيف. وكنا نسوي ريبريزنتيشن للاوردر بيرس بالصف الاول، هو نفسه، هو الاوردر بير نفس المنطنيه امثله بالكووردينيت بلين. هذا هو الكووردينيت بلين، كلنا كنا ناخذه بالصف الاول حتى بالصف الثاني ايضا استخدمناه. زين نجي هو اول شغله نشوف شنو هي القاعده اللي اسم التطبيق اف، فراح اسميه اف للاكس يساوي، او تسميه واي يساوي عادي صحيح. زين الاوردر بيرز اعطيته، انطاني 1 انطيته 0، انطاني 2 انطيته 0، هاي شنو هاي، انطيته 3 انطاني 0، انطيته 4 انطاني 0، هاي شلون، شنو القاعده هاي، شو تقولون اعزائي الطلبه، شو تقول شنو هاي القاعده، كل الناتج دا يصير بي 0 0 0 اكيد اذ مصورنا يقول x times 0. نعم صحيح، وايضا انتم هم عرفتوا اكس تايم 0. شلون اكتب اكس تايم 0؟ هاي وحده من كتاباته انه 0 اكس او اكس تايم 0 او 0 اكس، كلها صحيحه. تنطي 1 ينطيك 0، تنطي 2 يعطيك 0، تنطي 3 يعطيك 0، تنطي 4 يعطيك 0، اذا هي 0 اكس. وحتى لو اسميها اف للاكس يساوي 0، همتين صحيحه ماكو اي اشكال. ما اخذيها الداله ثابته، الداله مو شرط الا تكون بيها اكس، حتى لو ما بيها اكس، اف للاكس او 3، اف للاكس او 4، اف للاكس او 5، هي الداله الثابته. زين تعال الدومين، هذا هو الدومين. ايش يساوي؟ هي اول مجموعه، هذا اول عناصر من الاوردر بير، هو ال1 وال2 وال3 وال4. الرينج، هذا هو الرينج، هو ثاني عنصر. بس اقول لك شغله، ثاني عنصر 0 0 0 0، مو تكتب لي 0 0 0 0، لا ما يصير، 0 وحده بس. ليش؟ لان هو مجموعه الايمجز، الرينج هو مجموعه الايمجز، لا تقول مجموعه، يعني اقواس مجموعه. بالابتدائيه احنا ما نكرر العنصر المتشابه، ناخذ واحد بس، مو تكتب 0 ما يصير، هو عنصر واحد بس لان هو قوس مجموعه، ياخذ بس عنصر واحد فقط. زين هذا هو الرينج. منو بقى؟ بقى المخطط السهمي، العفو البياني، لا الكووردينيت بلين، مثل بالكووردينيت بلين. هذا هو الكووردينيت بلين، هذا الواي اكسس، وهذا هو الاكس اكسس. مثل لي الواحد زيرو، الواحد يعني على الاكس اكسس، هذا هو الواحد زيرو، هذا هو الواحد زيرو. زين التو زيرو، هذا هو التو زيرو، هذا هو التو زيرو. الثري زيرو، هذا هو الثري زيرو، هذا هو الثري زيرو. الفور زيرو، هذا هو الفور زيرو.
كل احنا ماخذيه بالصف الاول شلون نسوي ريبريزنتيشن للاوردر بيرس. هذا هو هذا ال10 هذا ال20 30 40. دير بالك اكو فرق بين ال10 وال01 01 هذا وين يكون على الواي اكسس؟ هنا هذا هو ال01 هذا 10 هذا 01 هذا 20 هذا 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 02 هذا هذا 02 اكيد ذكرتك بها هي مراجعه مالت الصف الاول. هذا هو السؤال الثالث. السؤال الرابع ايضا هو جماعه الكووردينيت بلين. ايضا جماعه الكووردينيت بلين اسمه جي. الاوردر بير مالته 0 0 1 سالب 1 2 سالب 2 3 نيجاتيف 3. يلا خلينا نبدا شنو القاعده اللي عوضوا بها؟ منو يسبقنا المصور لو انتو شو تقولون؟ اسمه جي هذا جي للاكس انطيته 0 اعطاني 0 انطيته 1 اعطاني نيجاتيف 1 انطيته 2 الله شوف صورنا راسا من اول زوج مرتب عرف الجواب. طبعا مصورنا 00 ما تنكشف مو ما تنكشف اي مصورنا من ثاني واحد كشفها قال 1 نيجاتيف 1 هو نفس الرقم تغير اشارته. شو تقولون؟ نفس الراي مو ممتاز. 1 نيجاتيف 1 2 نيجاتيف 2 رقمه متغير صايره نيجاتيف 3 نيجاتيف. نعم هي سالب اكس سالب اكس. زين خلينا نرجع المات الزيرو انطي زيرو ينطيك زيرو. هو هذا مو سالب اكس هو الحرف ما عنده اشاره هو هذا اصلا سالب واحد في اكس بس الواحد ما يكتب عندنا بالرياضيات سالب واحد في اكس فسالب واحد في زيرو طبعا زيرو انكشف من الثاني من الثالث من الاول ما انكشف زيرو زيرو يعني هماتين قاعده بسيطه وسهله مو فد مشكله. هذه القاعده الدومين الدومين شو يساوي؟ هي المساقط الأولى هي المساقط الأولى هي 0 وال1 وال2 وال3 الرينج الرينج المدى هي الأرقام الثانية هذا وهذا وهذا المساقط الثانية يسموها بالأزواج المرتبة. هذا الزوج المرتب هذا الرقم يسموه المسقط الأول هذا الرقم الثاني يسموه المسقط الثاني. إذن الرينج هو 0 والنيجاتيف 1 والنيجاتيف 2 والنيجاتيف 3. بقى من هو؟ بقى التمثيل الكووردينيت بلين التمثيل مالت الكووردينيت بلين 0 0 1 بنيجاتيف 1 فراح يكون الرسم مالته هذا هو الرسم هذا هو الاكس اكسس هذا هو الواي اكسس. يلا تعال 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 الزيرو زيرو هو الاورجن اكيد زيرو زيرو هو الاورجن بوينت زين الوان نيجاتيف وان طبعا الرقم الاول هو الرقم يمثل على الاكس اكسس والرقم الثاني او المسقط الثاني هو يمثل على الواي اكس هاي كي تعرفوها من الصف الاول فوان نيجاتيف وان الوان على الاكس اكسس والنيجاتيف وان على الواي اكسس. يلا الوان على الاكس اكسس هذا والنيجاتيف 1 هذا اذا هي هاي النقطه هاي هي النقطه هاي هاي التو نيجاتيف 2 بنفس الطريقه هذا هو التو على الاكس اكسس هذا هو النيجاتيف 2 على الواي اكسس النقطه راح تكون هنا هاي 2 نيجاتيف 2 الثري الثري هو هنا على الاكس اكس والنيجاتيف 3 داون بالواي اكسس راح تكون هي هاي النقطه هاي هي 0 0 1 نيجاتيف 1 2 نيجاتيف 2 3 نيجاتيف 3. هذا كل ما موجود عندك سؤال make sure of your understanding. هنا أنا راح ننتقل إلى solve the problem هو أعتقد السؤال الأخير هو السؤال الأخير solve the problem هي أول مسألة من solve the problem سؤال 11 temperatures temperatures درجات الحرارة
In a day of winter, the temperatures recording as shown in the following relation are equal. هاي العلاقة اللي منطيني اياها هو قال لي 6 بأزواج مرتبة متمثلة بأزواج مرتبة 6 negative 2 9 negative 3 12 negative 4 15 negative 5 where the first coordinate represent the time in hours. First coordinate معناها الإحداث الأول يعني الرقم الأول بالزوج المرتب هذا يسموه first coordinate هذا يسموه second coordinate الإحداث الأول الإحداث الثاني يقول لك الرقم الأول first coordinate هذا 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 يمثل the, where the first coordinate represent the time يمثل الوقت بالساعة times in hours يمثل الوقت بالساعة 6 hours 9 hours 11 12 hours 15 hours زين والsecond coordinate يعني الرقم الثاني بالorder birth ماذا يمثل الرقم الثاني And the second coordinate represents the temperatures in Celsius degrees. الرقم الثاني أو المسقط الثاني يمثل درجات الحرارة. يعني بكذا ساعة شقد درجة الحرارة وبكذا ساعة شقد درجة الحرارة. Celsius degrees بالدرجة السيليزية. Represent the relation مثل العلاقة ما قال mapping هو قال علاقة. Represent the relation in a table مثل العلاقة بجدول حلو هذا الأزواج المرتبة نمثلها بجدول هذا أخذناه صف ثاني يعطيني الأوردر بير أسوي representation in table وبالعكس جنة تذكرون كان يعطيني التيبل ويقولي يسوي لي الأوردر بيرس هم كانت سهلة هاي ما صف ثاني represent the relation table and coordinate in a table and represent it in the coordinate plane ومثلهم على المستوى الإحداثي هاي هم بسيطة وسهلة Does the relation represent a mapping or not? Explain your answer وضح إجابتك هاي درجات الحرارة مطنيها بشكل أزواج مرتبة الرقم الأول يمثل الوقت بالساعات والرقم الثاني يمثل السلسيوس ديجريز يعني بساعة يعني مثلا 6 نيجاتيف 2 ساعة 6 درجة الحرارة نيجاتيف 2 9 نيجاتيف 3 ساعة 9 درجة الحرارة نيجاتيف 3 سلسيوس وهكذا يقول هذا مثلها بجدول جدول كلش بسيط وسهل هذا هو الجدول هذا يمثل X و Y 6 negative 2 هاي 6 وهاي negative 2 وهكذا البقية 9 negative 3 هاي 9 negative 3 12 negative 4 هذا و 15 negative 5 هذا هو الجدول أخذ ما أخذي صف ثاني هل يمثل علاقة relation هل يمثل ما بين نعم نعم يمثل ما بين كل عنصر ارتباط بعنصر آخر كل عنصر ارتباط بعنصر آخر ما حد ارتباط بعنصرين إذن هو يمثل ما بين مثله بمخطط مثله على الكووردينيتيف لين ايضا ماكو مشكله امثل 6 نيجاتيف 2 على الكووردينيتيف لين تعال اشوفك اياه هذا هو عزيز الطالب هذا هو الجدول اكس واي الازواج المرتبه شوف هذا كان 6 بنيجاتيف 2 ال 6 ويا الاكس اكسس والنيجاتيف 2 ويا الواي اكس ال 9 بنيجاتيف 3 ال 9 ينكتب هنا والنيجاتيف 3 ينكتب هنا 12 بنيجاتيف 4 وهكذا هل يمثل؟ نعم ريليشن ريبريزنت يمثل ما بين كل عنصر ارتبط بعنصر ثاني ما حد ارتبط بعنصرين اذا هذا يمثل ما بين وهذا هو الكووردينيت بلين مالته طبعا هو هذا ال التيبل موجود صف ثاني متوسط ماخذيه اذا تذكروه هذا الاكس يمثل الارقام الاولى مثلا 6 بنيجاتيف 2 هذا يمثل 6 وهنا نيجاتيف 2 وهكذا بالنسبه لبقيه الاوردر بير الرقم الاول او فيرست كووردينيت او الاحداث الاول او المسقط الاول راح يكون ويا الاكس اكسس والارقام الثانيه السكند كووردينيت او الاحداث الثانيه راح يكون ويا الواي اكسس ماخذيه صف ثاني متوسط نسوي التيبل وكو بالعكس يعطيني التيبل ويدي الاوردر بير هم اخذناه صف ثاني
يمثل هذا الريليشن يمثل مابينج؟ نعم يمثل مابينج. واحد واضح انه كل عنصر مقترن ويا عنصر ثاني واضح انه يمثل مابينجز. الريبريزنتيشن مالته على الكووردينيت بلين هذا هو، هاي النقطه الاولى، هاي الثانيه، هاي الثالثه، هاي الرابعه. مثلا عندنا 6 هاي بنيجاتيف 2، 6 على x axis 1 2 3 4 5 6، وتنزل ايش جت؟ نيجاتيف 2 نيجاتيف، اذا هي هاي صح. عندك 9 بنيجاتيف 3، 9 بنيجاتيف 3، ال 9 على x axis وين ال 9؟ هذا ال 9، وانزل نيجاتيف 3 هذا، اذا راح يمثل لي هذا 9 بنيجاتيف 3. هذا هو الكووردينيت بلين، هذا هو كل ما موجود بمحاضرة هذا اليوم. خلصت محاضرتنا لهذا اليوم، إن شاء الله استفاديتوا منها. الدرس القادم راح يكون عن types of mapping، أنواع التطبيق، أيضا راح نحكي عن أمثلته ونحكي عن تمارينه وكل ما يتعلق به. نلتقيكم بالدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.